موجز جديد بأهم وآخر الأنباء على قناتكم شوف تي في، أهلا بكم. أقدم رجل من مواليد 68-900 بمدينة سوق الأربعاء صباح اليوم الأحد على محاولة انتحار بسكة القطار بمحطة القنيطرة المدينة بعدما ألقى نفسه دقائق قليلة على دخول القطار القادم من طنجة في اتجاه مدينة مراكش أدت إلى بطر رجله. وبحسب مصادر لموقع كيني نيوز المحلي الذي أورد هذا الخبر من عين المكان، فإن الحادث أدى لتوقف مفاجئ للقطار خلق معه موجة من الهلع والرعب وسط ركاب القطار قبل أن تتدخل إدارة المحطة باستدعاء عناصر الوقاية المدنية ونقله على وجه السرعة لمستشفى الإدريسي. وحسب ذات المصادر فإن توقيفه من العمل بإحدى الشركات التي كان يشتغل بها كمستخدم هي من دفعته إلى محاولة الانتحار بهذه الطريقة البشعة. أكد المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أن أساس المشاكل مع فرع الشركة الإيرلندية سيركل أويل بالمغرب هو عدم التزام هذه الأخيرة بمقتضيات العقود التي تربطها بالمكتب وعدم احترامها للقوانين الجاري بها العمل خاصة المتعلقة بإنجاز الأشغال. وأوضح المكتب في بيان توضيحي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأحد أن المقال الذي نشرته في عددها اليوم أمسنا السبت إحدى اليوميات الوطنية بخصوص علاقة هذه الشركة بالمكتب تضمن مجموعة من الادعاءات والافتراءات غير المبررة من طرف المدير العام للشركة المذكورة ضد المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن وشركائها. دوليا، ذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية اليوم الأحد أن رئيس مجلس أئمة السنة بالكوت ديفوار الحاج كوني أداما توفي أمسنا السبت بمعهد أمراض القلب بأبيجون حيث تم نقله بعد تعرضه لوعكة صحية. وعلم لدى المجلس أن الحاج كوني 72 سنة الذي نصب شيخ الإسلام بالمجلس سنة 2007 كان مدافعا شرسا عن بروز طائفة مسلمة سنية وقوية. نختم بالخبر الفني حيث تم مساء أمسنا السبت بستراسبورغ عرض الشريط الوثائقي تنغير جيروزاليم أصدقاء الملاحة للمخرج كمال هشكار والذي يرصد جوانب من تاريخ التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب. وقد عرف حفل عرض هذا الوثائقي الذي يعرض هذا الأسبوع في القاعات السينمائية بباريس حضورا كبيرا شمل أعضاء من الجالية المغربية اليهودية والقنصل العام للمغرب بستراسبورغ يوسف بيلا. يشار إلى أن كمال هشكار الذي ترعرع في فرنسا من أب ينحدر من مدينة تنغير ركز في فيلمه الذي حاز على جوائز بعدة مهرجانات على جمع شهادات حول آثار التراث اليهودي المغربي في أرضه الأم. بالخبر الفني نكون قد أنهينا الموجز، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.